عايزين بقى نحل المشكله بتاعه ان هو بيقرا HTML بس مش قادر يقرا HTML بالCSS. هاجي كده من فايل سيف از، وفايل سيف الفايل ده على اسمه اب2 بدل app.js خليته app2.js. هعدل فيه شويه تعديلات بحيث يمشي معانا ان هو يشتغل HTML وCSS وجافا سكريبت ويرن الصفحه بالكامل. ده الفايل سيستم. انا عايز دلوقتي اشتغل عليه، اجيب باث ده برضو يعني مديول. المديول ده بيتعامل مع حته المسارات وال بتاعه الفايلز والاكستنشنز بتاعه الفايلز، وده هيفيدنا. بس انا محتاجه بالذات الاكستنشن ده في ان انا العب بس على فكره دوت اتش تي ام ال ولا دوت سي اس اس ولا دوت جي اس ولا، عشان اخد بس الاكستنشن من الاخر واظبط شويه حاجات في المسارات يعني. طيب ابدا اعمل ايه؟ ادي الاتش تي تي بي سيرفر، كرييت سيرفر وعادي ومفيش مشكله خالص. قبل ما اخش على كويست دوت يو ار ال على طول مباشره كده وقايل ان انا عايز اخش بقى اظبط حكايه المسارات دي، فانا هعمل فاريبل اسميه فايل باث اللي هو مسار الملف اللي انا اصلا اوريدي عايز اقراه. ماشي، اللي هو في البدايه طبعا هيبقى الايه؟ هيبقى الاساسي بتاعي اللي هو الاندكس. يكون الفايل باث بتساوي، وهقول له اولنا نقطه يعني اول السيرفر من الاول الموقع او العنوان الرئيسي دوت سايت 1 ده اسم السايت، ما احطش سلاش، هقول زائد اليو ار ال بقى اللي جاي لي بقى اللي هو الريكوست دوت يو ار ال. احنا عارفين طبعا الريكوست دوت يو ار ال، لو ما كانش في حاجه مكتوبه في اليو ار ال يبقى ده كله هيترابلز بكلمه بسلاشايه كده، دي معناها ان انا كاتب اسم السايت بس، اسم السايت بس يبقى هيزود لي سلاشه كده خلاص. اما لو كاتب اسم صفحه معينه فخلاص مفيش مشكله يكتب اسم الصفحه اللي هو عايزها، لكن لو ما كتبش حاجه انا متاكد ان الموقع هيجي بسلاش. يعني لو انا جيت قلت اف هقول اف مثلا بدل ريكوست دوت يو ار ال بقى هسال على الفايل باث، يعني هسال انا اف ان الفايل باث بيساوي، هقول له كده بيساوي سايت 1 انا زودتها اوتوماتيك وبعدها سلاشاي، يبقى كده معناها. وفي نقطه في الاول يبقى في الكرنت في الحالي سايت 1 سلاشاي كده يبقى معناها ان انت جبت الرئيسي في الحاله دي، ان انا معناها ان انا جايب الايه؟ شغال على الرئيسي. طيب دي دلوقتي، طب لو انا شغال على الرئيسي هعمل ايه؟ هقول له خلاص يبقى هكمل انا المسار، انا عارفه الفايل باث بتاعي هيبقى عباره عن دوت سلاش سايت 1 ماشي سلاش الاقي اندكس اتش ام ال هي دي الرئيسيه في حاله ان الموقع جاب لي سلاش، يعني السايت هو دوت وسلاش وسايت 1 ثابته، وريكوست دوت يو ار ال ما جابش غير سلاش، معناه ان الراجل مش محدد، معناه اليو ار ال مش محدد في حاجه. تو خلاص اليو ار ال مش محدد في حاجه يبقى هو انت شغال على صفحه اسمها اندكس اتش ام ال، دي الصفحه بتاعتي. ما عملناش اي حاجه ولا اي ولا استفدنا باي شيء، ما عملناش جديد. الجديد اللي احنا هنعمله دلوقتي ان انا عاوز اعرف الاكستنشن، فاقول له اكستنشن انا عايز اجيب الفايل اكستنشن، فاقول له انا عايز اكستنشن نيم اسم الاكستنشن ده، وده هتجيبه ازاي؟ ده بقى الباث هو اللي هيجيبه لي اللي هو الباكج اللي هي الباكج او المديول اللي انا استعداد، فاقول له دوت، هتلاقي هنا في عندك دايركتوري نيم اسم الفولدر اسم الاكستنشن نيم، انا عايز الاكستنشن، فهو هيجيب لي كده الاكستنشن نيم، فهيصبح ده كلمه اكس نيم شايله كلمه دوت اتش تي ام ال يا دوت سي اس اس يا دوت اي جي اس خلاص. طيب حلو جدا، خلاص عرفنا ان دي اللقطه بتاعتنا. انا هثبت فاريبل هسميه كونتنت تايب، انا مش عايز اثبته، انا بدل ما كنت بثبت زمان كده الكونتنت تايب اتش ام ال على سلاش اتش اس اس، هاخد دي كات كده واقول لا هيبقى حسب بقى الفاريبل ده شايل ايه اللي هو كونتنت تايب الفاريبل ده، او مبدئيا اساوي الفاريبل ده بتكست على اتش تي ام ال على اساس ده الافتراضي بتاعي الديفولت بتاعي. ماشي، يبقى انا كده عملت ايه؟ بدل ما كنت مثبت النوع القراءه لان هو النوع هو المشكله، انا اتش تي ام ال بقرا اتش تي ام ال، سي اس اس بقرا اتش اس اس اس، جافا سكريبت بقرا جافا سكريبت. فانا عايز اعمل ايه؟ لو كان بقى مش اتش تي ام ال فممكن اعمل ايه؟ سويتش كيس البسيطه بتاعتنا دي على الاكستنشن نيم.
خلاص. طيب ماشي، هقول له كيس انها كانت دوت جي اس، يبقى انا عرفت ان الفايل وقتين كده، يبقى انا عرفت ان هو جافا سكريبت، مش مشكله. يبقى في الحاله دي هقول له كونتنت تايب هي عباره عن تكست على جافا سكريبت، فكده عرف ان انا شغال على نوعيه جافا سكريبت. وطبعا هعمل بريك واطلع بره الكود خلاص. طيب كيس ان هي جت في الاخر دوت سي اس اس، يبقى انا هاخد نفس الكلام ده كده، بس المره دي هقول له ده مش تكست على جافا سكريبت، ده على سي اس اس وبريك. مش هعمل بقى دوت اتش تي ام و اتش تي ام ال، ليه؟ لان انا كده كده ديفولت لو ما لقاش كلمه دوت جي اس ولا دوت سي اس اس هيبقى شغال الكونتنت تايب دايما اتش تي ام ال، صح كده؟ ان هو كده كده اتش تي ام ال باي ديفولت، سواء كان دوت اتش تي ام ال او دوت اتش تي ام، كده كده هو داخل دي. لا دوت جي اس يبقى هيظبط نفسه على جافا سكريبت، لا دوت سي اس اس يبقى هيظبط نفسه على سي اس اس. طبعا تقدر تزود الكيسز اللي انت محتاجها واللي انت عايزها. طيب نيجي هنا بقى الفايل دوت ريد، وقلنا هيريد الايه؟ كنا مثبتين احنا ان هو يريد البيج دوت اتش ام ال، مش هقدر اخليه يريد دلوقتي، انا عايزه لان هيقوم يريد سي اس اس وهيقوم يريد جافا سكريبت والكلام ده، فمش عايز اثبت لايه دوت. لكن انا عندي فاريبل اسمه فايل باث، ده شايل المسار بتاع الملف، شايل المسار بتاع الملف. وهنا لو في اي ايرور، وهنا البيج ايه ريسبونس النتيجه بتاعته، ولو في اي ايرور احنا قلنا 404 وكونتنت نوت فاوند وخلاص ماشي. إلس كنا بنقرا الكونتنت اهو، ممكن نقول له الكونتنت ده عشان لو في عربي ولا حاجه، ممكن نقول له هنا الانكودنج يو تي اف ايه، يو تي اف كام الشهير بتاعنا داش الاول، تمام، عشان لو في عربي ولا حاجه ما تبقاش في مشكله. تعالى نجرب، احنا زودنا بس حته الفايل اكستنشن والفايل باث، ادي له سيف ونيجي نرن الفايل ادي الاب 2 كده اهو، واقول له نود اب 2 دوت جي اس، دوس انتر كده المفروض قام ادي اهو، افتح مسار جديد كده. احنا كنا شغالين على بورد كام؟ بورد 8080، اقول له لوكال هوست يا مسهل، لوكال هوست 8080، دوس انتر. جميل جدا، قوم لي الصفحه شويه صور، بس ما قومش السي سي اس ولا الجافا سكريبت، لسه في شويه مشاكل. طيب ارجع ابص كده ايه اللي احنا عشان لما بيحصل اي ايرور بضرب خالص. طب ممكن بدل ما اضرب اخليه 500 وما اقولش حاجه، يعني ما اكتبش حاجه، حصل اي ايرور يعدي يعني. شوف كده ماشي، ممكن بس انتر وكنترول سي نوقف ونرجع تاني نرن ايرور جديد، وتعالى نعمل ريفريش انتر نو بروبليم ذاك كما هو اللي احنا عملناه ده ما اثرش. طيب ايه ده؟ القراءه هنا محطوط ما بين قوسين مقفولين، اسف، فما اعرفش يعني القوسين دول كانوا معمولين كده غلط، كان موجود اف واحنا لغيناها يعني، فاقول له ماشي معلش دول كانوا معلقين الدنيا. رن نار جديد، تعالى نعمل ريفريش. كما انت قلت له ماشي، يبقى كده في بقى هنا في مشكله عندنا في الكود. نراجع، طبعا انا موصل كده انا عامل باث دوت اكستنشن نيم. طب اكستنشن نيم بتاع ايه؟ اما الباث ده اصلا زي ما انتم شايفين كده احنا استبعناه، ما استخدمناهوش ما استخدمناهوش ما استخدمناهوش ما استخدمناهوش. ان رايك اكستنشن نيم لازم اقول له اكستنشن نيم اوف انو فايل، لازم اديله الفايل ايه؟
فايل باس. فايل باس ده هو اللي فيه المسار بتاع الملف، لازم اقول له يا باس دوت اكستنشن نيم هات لي بقى الاكستنشن بتاع الفايل باس ده. ده بقى شايل بقى سايت 1، شايل سي اس اس، شايل جافا سكريبت، شايل اي حاجه. فالمفترض ان هو يجيب الاكستنشن نيم بتاعه ويحطه جوه الفاريبل ده، وبعد كده بقى اسال عليه دوت جي اس ولا سي اس اس ولا الكلام ده. طيب نرجع هنا كده انتر كنترول سي ونعمل كليك فوق وندوس انتر، و تعالى المره دي ندوس هنا انتر. الله عليك، ادي الايه السايت بتاعنا قام ومفيش اي مشكله بالديزاين، بالسي اس اس، بالايمجز، بكل شيء. قدرنا نقومه من خلال ايه الريد فايل، وازاي نتعامل مع الباس، وازاي نقوم مجموعه ملفات مختلفه الايه الاكستنشن او الامتدادات المختلفه. صلي على